السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم إلى النشرة الرئيسية. إلى العنوان: الجزائر تجني ثمار حنكة دبلوماسية عادت الجمهورية العربية السورية إلى حضن الأسرة العربية بعد 12 عاما من الغياب، ثمرة جهود متواصلة والتزام عربي. حضور أفريقي قوي في الملتقى الأفريقي للتجارة والاستثمار، رؤية جديدة تعزز التكامل الاقتصادي في إفريقيا. ومن باتنا تصدير شحنة من الكلينكر إلى كوت ديفوار ضمن سياسة الاستثمار في العمق الأفريقي. تنسيق العمل الإعلامي بين الجزائر والدول الأفريقية في صلب أشغال الدورة 14 للجمعية العامة لاتحاد الإذاعات الأفريقية. ومركز الاتحاد الأفريقي للإذاعات مكسب هام ومنبر أفريقي. الصالون الدولي للتجهيزات وتكنولوجيات وخدمات المياه فضاء لإبراز الخبرة الجزائرية في تسيير وترشيد الموارد المائية. وفي النشرة: وقفة عند سد غريب عند دفلة مصدر تموين مائي وإنتاج سمكي. تعزيز العمل المشترك للتصدي للإرهاب والجريمة المنظمة سيما في الفضاء السيبراني، محور ملتقى دولي لأطراف مبادرة 5+5 دفاع. بداية، تلتئم الدول العربية بعد 3 أيام بجدة بالمملكة العربية السعودية لمناقشة وبحث العديد من القضايا المتعلقة بالراهن العربي. وما يميز هذه الدورة هو عودة الجمهورية العربية السورية إلى الحضن العربي بعد 12 عاما من الغياب، عودة مهدت لها قمة لم الشمل بالجزائر ورمت من أجل ذلك الدبلوماسية الجزائرية بكل ثقلها ضمن سياسة حكيمة للم الشمل العربي. قمة الجزائر للم الشمل العربي تحصد المكاسب واقعا لا لوائح وشعارات. هي الجزائر التي لطالما رفعت من على منابر أهم المحافل الدولية من أجل تدوين القضايا العربية العادلة. صفحات التاريخ بالأمس سجلت رفض الجزائر قرار تجميد عضوية سوريا في الجامعة العربية، وبمداد الذهب رصعت احتضانها للأسرة العربية لتحفظ الذاكرة للجزائر مكسب عودة سوريا للصف العربي. أحمد خير الدين. بعد 12 عاما من الغياب عن البيت العربي بسبب الأزمة التي مرت بها الجمهورية العربية السورية، لم يكن جرح الغياب لوحده غائرا، بل تعد ذلك ليكون أكبر وأكثر قسوة عندما أدار القريب والبعيد ظهره لهذا البلد الشقيق. ورغم صعوبة الثبات على المواقف آنذاك، كانت الجزائر سباقة للمنادات بضرورة إيجاد حل للأزمة السورية وعدم إبعادها عن البيت العربي، وذلك إيمانا منها بقدسية لم الشمل ووحدة الصف في مواجهة مختلف الأخطار والتحديات. ومع مرور السنوات نجحت الجزائر أخيرا في تجسيد ما كانت تنادي به دائما، وتحقق الهدف المنشود بعد طول انتظار: عادت الجمهورية العربية السورية إلى البيت العربي وهي العضو المؤسس لجامعة الدول العربية. احنا شئنا نقوم به على أساس أن سوريا عضو مؤسس للجامعة العربية، تعزلها ولا ما تعزلهاش، ما تنحي لهاش الحقوق تاعها، قدرش تمحيها. احنا ما غيرنا والو، احنا كما كان أمس واليوم. احتضنت الجزائر الاجتماع 31 لمجلس جامعة الدول العربية، ورافعت من قبل ومن بعد بضرورة العودة السريعة للجمهورية العربية السورية إلى الحضن العربي. ولقد كانت قمة الجزائر بشهادة الجميع بمثابة الأرضية الصلبة التي عجلت بتحقيق هذا الهدف. وحدة الصف العربي كان وما يزال من أولويات الدبلوماسية الجزائرية التي لطالما رمت بثقلها لتحقيقه، رغم كل المطبات التي حالت دون عودة سوريا إلى الجامعة العربية. مساعي الجزائر وبشهادة الجميع لم تتوقف حتى تمكنت دمشق من استرجاع مقعدها في البيت العربي. أن أتوجه بالشكر الجزيل لجمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية
على الجهود الكبيرة التي بذلتها خلال فترة رئاستها لأعمال الدورة السابقة، والتي نتج عنها مجموعة كبيرة من القرارات التي تؤكد أهمية العمل العربي المشترك. وإذ أكدت القمة العربية الأخيرة التي عقدت في الجزائر على هذه الحقيقة، فإن العمل الجماعي والجهود التي تم بذلها لاحقا وصولا إلى القمة المرتقبة عكست حقيقة واحدة، بأن الاحتضان هو فعل إنساني يعزز شعور بالإخوة وبالانتماء إلى الأسرة الواحدة. البيت العربي يلم شمله بعودة سوريا إلى مكانها الطبيعي بين الأشقاء، ولا شك في أن التاريخ سيذكر دائما من جعل من ضرورة عودة سوريا إلى الجامعة العربية هدفا مشروعا يجب أن يتحقق. نعم، لقد تحقق الهدف ودونت صفحات التاريخ أن مساعي الجزائر نجحت في أن يكون البيت العربي واحدا موحدا ولا مكان للفرقة أو التفرقة فيه. هذا وفي إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى المملكة العربية السعودية، ترأس اليوم وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف بجدة رفقة نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود أشغال الدورة الرابعة للجنة المشاورات السياسية الجزائرية السعودية، التي انصبت حول دراسة السبل والخطوات العملية لتعزيز مسيرة التعاون الثنائي والتشاور والتنسيق بشأن القضايا السياسية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها البنود المدرجة على جدول أعمال الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية المرتقبة في جدة بعد 3 أيام. وقد توجت أشغال الدورة بالتوقيع على اتفاقية لإنشاء مجلس التنسيق الأعلى الجزائري السعودي، الذي سيكون من مهامه الرئيسية تكثيف التواصل والتعاون بين البلدين وتعميقه. ومن جانب آخر، وعلى ضوء التزام البلدين وتمسكهما الراسخ بالدفاع عن قضايا الأمة العربية، تطرق الطرفان إلى مستجدات القضية الفلسطينية وأكدا ضرورة تفعيل مختلف الآليات التي أقرتها القمة العربية التي انعقدت بالجزائر شهر نوفمبر الفارط لحشد المزيد من الدعم لهذه القضية المركزية بالنسبة للأمة العربية واستكمال مسار المصالحة الفلسطينية. وبالمناسبة، أعرب الجانبان عن ارتياحهما لمستوى التوافقات القائمة في مواقف البلدين تجاه المستجدات المشهودة على مختلف الأصعدة. وعشية انطلاق الاجتماعات الوزارية التحضيرية للقمة العربية 32 بالسعودية، أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف محادثات ثنائية مع نظيره التونسي نبيل عمار. هذا وشاركت الجزائر اليوم في أشغال اجتماع المندوبين الدائمين وكبار المسؤولين للإعداد لاجتماع وزراء الخارجية التحضيري للدورة 32 لمجلس الجامعة العربية على مستوى القمة في جدة بالمملكة العربية السعودية. التزام الجزائر وثبات مواقفها تجاه القضايا العربية المحورية أكده اليوم رئيس مجلس الأمة صلاح بوجيل في كلمة له خلال جلسة عامة بالمجلس، مجددا رفض الجزائر لجميع أشكال الوصاية والإملاءات والتدخل في شؤونها الداخلية. واحد ما يقدر يعطينا دروس لا في حقوق الإنسان، لا في حقوق التعبير، ولا في العدالة الجزائرية. اليوم وصلنا بنظامنا، بدستورنا، باقتصادنا، بالمواقف نتاعنا حول القضايا، هما اللي يحتاجونا، ماناش احنا اللي يحتاجون. والجزائر اليوم الحمد لله راهي مع القضايا العادلة. اليوم الشيء اللي راهو صاير في فلسطين يا رسول الله، النكبة 75 سنة، الموقف نتاع الجزائر معروف في فلسطين من البداية، حتى قبل الثورة، في الثورة، من بعد الثورة الجزائر عندها نفس موقف ولا يتغير.
في إطار تنفيذ أنشطة التعاون العسكري المتعدد الأطراف لمبادرة 5+5 دفاع لسنة 2023، نظم ملتقى دولي حول الإرهاب والجريمة المنظمة في الفضاء السيبرياني، الرهانات والتحديات، يومي 15 و16 مايو 2023 على مستوى النادي الوطني للجيش بابن مسوس. وأشرف على افتتاح فعاليات هذا الملتقى العميد يحيى علي والحاج قائد الدرك الوطني والذي يأتي تنظيمه، تأكيدا على الإرادة العازمة التي تحدو بلادنا وباقي الدول الأعضاء في المبادرة من أجل العمل سويا على تعزيز الثقافة الأمنية المشتركة، خاصة في ظل تطور التكنولوجيا السريع الذي جعل الجريمة المنظمة تأخذ منحا جديدا من خلال استغلال الفضاء السيبرياني، وكذا العمل المشترك بغية التصدي لكل أشكال الجريمة المنظمة. تناول هذا الملتقى الذي حضره ألوية وعمداء وعرف مشاركة خبراء عسكريين ومدنيين وطنيين وأجانب موضوع الإرهاب والجريمة المنظمة في الفضاء السيبرياني والعلاقات فيما بينهما، من خلال عرض أهم التحولات التي عرفتها تلك الجرائم، لا سيما لجوء الجماعات الإرهابية وشبكات الإجرام المنظم إلى استغلال الوسائل المتاحة في العالم الرقمي لتمويه حركة الأموال وأعمال الدعاية والتجنيد والتخطيط لضمان استمرار نشاطها الإجرامي. وخلال هذا الملتقى استعرض المتدخلون تجارب مختلف الدول، أين تم الوقوف على الصعوبات والعراقيل التي تواجه تنفيذ آليات التعاون الدولي في مجال المكافحة، مما سمح بتسليط الضوء على واقع الإرهاب والجريمة المنظمة في الفضاء السيبرياني على ضوء تجارب الدول المشاركة، وكذا الاستفادة من الخبرات والمعارف والإجراءات الرامية إلى تعزيز قدرات مكافحة هذا النوع من الإجرام. تجسيداً للتعاون الإعلامي بين الجزائر والدول الأفريقية، أكد اليوم وزير الاتصال محمد بوسليماني من أبوجا بنيجيريا على هامش أشغال الجمعية العامة للاتحاد، أكد التزام الجزائر بتطوير المنظومة الإعلامية ورقمنتها ضمن رؤية قارية قائمة على تعزيز تنسيق التعاون الإعلامي. والاتصالي الرقمنة وتعزيز التنسيق والتعاون الإعلامي بين الإذاعات الأفريقية هي أهم المحاور التي تم التركيز عليها في أشغال الدورة 14 للجمعية العامة لاتحاد الإذاعات الأفريقية بأبوجا بنيجيريا، أين أكد وزير الاتصال محمد بوسليماني أن الجزائر أطلقت العديد من المشاريع الهامة في قطاع الاتصال والتي ستساهم في ربط القارة الأفريقية إعلامياً. مشاريع الملموسة لجزائر حقتها لصالح للتعاون مع افريقيا، مركز تبادل الاخبار الاذاعيه لمقر تاعو في بوشاوي، اراده الجزائر على راس السيد الرئيس ليولي اهميه كبيره للتعاون مع افريقيا سواء على في المجال الثنائي او المتعدد الاطراف، ودليل على ذلك في قطاع الاعلام والاتصال شهدنا مؤخرا يوم 3 مايو يوم العالمي لحرية الصحافة مولود جديد في إذاعة الصحافة الوطنية وهي إذاعة إفريقيا FM. نثمن جهود الجزائر في مجال رقمنة الإعلام في أفريقيا، ونشكر فخامة السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية على إطلاق العديد من المشاريع التي من شأنها خدمة الإعلام في أفريقيا، خاصة مركز تبادل الأخبار ببوشاوي وإذاعة إفريقيا FM الجديدة. محاور هامة سيتطرق إليها المجتمعون في هذه الدورة، من بينها إطلاق مشروع مقر الاتحاد بالسنغال، وكذا التكوين وتبادل الخبرات بين الإذاعات الدول الأفريقية. نحن بصدد مناقشة ملفات هامة، ملف إنجاز المقر الجديد للاتحاد بالعاصمة السنغالية دكار، بالإضافة إلى تقييم عمل مركز تبادل الأخبار الذي يتواجد مقره بالعاصمة الجزائرية الجزائر. بالإضافة إلى هذا نحن نناقش العديد من قضايا التعاون في مجال التكوين، في مجال تبادل الخبرات، في مجال تبادل الخبرات خاصة في المجال التكنولوجي. ورشات وندوات ستعرفها أشغال الدورة العامة لاتحاد الإذاعات الأفريقية، وستكون جهود الجزائر حاضرة من خلال إبراز مدى التطور الحاصل في الرقمنة والمشاريع الجديدة التي ستدخل حيز الخدمة.
والانتماء الجزائري الأفريقي تجسد مرة أخرى من خلال تعاون إعلامي ببعد دولي عكس صورة أفريقية حقيقية وأظهر مقاومتها للدول الأجنبية. المزيد مع ياسين حسيني. العلاقات الجزائرية الإفريقية تتعزز بمركز الاتحاد الإفريقي للإذاعات، فضاء يبرز دور الجزائر المحوري في إظهار مكانة الدول الإفريقية وأهميتها في تنمية القارة السمراء. الأهمية هي نمد صورة الحقيقية للإفريقية، النمو الاقتصادي، صورة تكاثر التبادل التجارية، هادو هما المواضيع اللي راهن نركزوا عليها. أعتقد أن الأفارقة أصبحوا يدركون قيمة جمع هذا الزخم الثقافي الخاص بهم، فمن هنا جاءت فكرة مشروع إنشاء منصة رقمية للتعريف بالمقاومات الإفريقية للأفارقة من خلال مختلف هذه الأخبار والبرامج الإعلامية. الجزائر واجهة إعلامية للقارة الأم إفريقيا، جسدتها هذه المنصة الرقمية بتبادل معلوماتي وبرامجي لأزيد من 60 شريك وعضو إفريقي. نعمل على منصة اسمها أوبفيجن أيضا التي تتناول مختلف المواضيع التي يتم إرسالها لتبادل المحتوى في هذا يعني المركز لإظهار لإفريقيا طبعا صورة إفريقيا عن ما يحدث في إفريقيا، وأيضا إظهار للشركاء في الخارج خارج إفريقيا الذين يتطلعون لمعرفة أخبار إفريقيا. تحديات الدول الإفريقية مشتركة، فتبادل المعلومات والخبرات يعزز كسب هذه الدول لمختلف الرهانات. والجزائر الجامعة للشمل العربي تتجه نحو تعزيز انتمائها القاري من خلال الاستثمار في الأسواق الأفريقية والتصدير نحوها. مقاربة اقتصادية بأبعاد إقليمية تنموية تعتمدها الجزائر ويعكسها الحضور الأفريقي القوي والنوعي في فعاليات الطبعة التاسعة للملتقى الأفريقي للتجارة والاستثمار الذي ينظم تحت شعار الجزائر بوابة الصناعة والزراعة والتجارة. إنصاف مخلفة. هي المقاربة الاقتصادية الجديدة للجزائر، الاستثمار في الأسواق الإفريقية والترويج للمنتوج الجزائري. لذا عملت الدولة على إرساء أطر التعاون الاقتصادي وتوطيدها في القارة السمراء بعد تخصيصها مليار دولار للمشاريع التنمية. إن الجزائر جريئة جدا ومتمكنة من أدواتها الاقتصادية في استثماراتها التي تتجسد حاليا بإفريقيا، ونحن نسعى جميعا لأن تكون منتجات الأسواق الإفريقية علامة مسجلة دوليا. نبحث مع الجزائر على رفع مستوى تبادلاتنا التجارية والاستثمارية، كما أننا نجد في المنتوج الجزائري جودة عالية يمكن أن تنافس العلامات الدولية الموجودة عندنا. أتيت لأروج لمنتوجاتنا وأبحث عن مستثمرين جزائريين للتعاون وتسويق منتوجاتهم ببلدي، خاصة بمعارضنا الدولية. هناك بعض المؤشرات لتدل على يعني تحسن بيئة الأعمال في البلاد. أولا حجم التوافد الكبير للشركات الأجنبية، الآن في 57 مشروع منها 47 بين أجنبي مباشر وبالشراكة للشركات الأجنبية منها شركات كبرى. فمستقبل إفريقيا الاقتصادي مرهون بتحقيق التكامل وتنسيق الجهود بين الجميع لتوسيع مناطق التبادلات التجارية والاستثمارية. طبعا هنركز في تحقيق هذه الاستراتيجية على دولة مثل الجزائر، لأن عندها قاعدة صناعية كبيرة وشركات رائدة تقدر أنها تخدم في مجالات كثيرة جدا داخل القارة الإفريقية. نعمل اتفاقية مع الجزائر لترويج الاستثمارات والصادرات الجزائرية داخل العمق الإفريقي، ويعني بنتناقش نحن نرصد لها حوالي مبلغ مليار دولار. إفريقيا مستقبلنا جميعا، إفريقيا هي المستقبل للعالم، وإفريقيا هي الغذاء العالم. يمكن أن نضاعف الجهود لبناء قواعد قوية وأسس قوية لتحقيق أمن الغذائي وتحقيق أيضا تنمية في الدول لتحقيق السلم والأمن في كل الدول الإفريقية.
جزائر الفعل لا القول قررت الاستفادة الكاملة من جميع بنود اتفاقيات التعاون والشراكة الدولية، خاصة بمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، وكذا اتفاق المنطقة الكبرى العربية للتجارة الحرة. استطاع فرع شركة إسمنت بتنا التابعة لمجمع إسمنت الجزائر تحقيق الزيادة في الإنتاج وتصدير 97,000 طن من مادة الكلينكر إلى أسواق أمريكا ودولة كوت ديفوار. مريم ثابت أحمد تفصل. شركة إسمنت عين التوتة وبعد بلوغها نسبة عالية من الإنتاج التي مكنتها من سد حاجيات السوق المحلية، هي اليوم تكتسح السوق العالمية بمادة كلينكر بفضل جودة المادة الأولية وكفاءة اليد العاملة بها. يسهر مخبر مراقبة الجودة بمراقبة جميع المواد التي تدخل في تكوين مادة الإسمنت. شركة إسمنت عين التوتة لولاية بتنا طاقة إنتاجها 1,000,000 طن من الإسمنت و370 ألف طن من الحصى والرمل بجميع الأحجام، وتشغل حوالي 850 إلى 900 عامل. أما فيما يخص التصدير فسياسة المجمع تدخل في إطار السياسة العامة للدولة، وهذا لإدخال العملة الصعبة خارج المحروقات. شحنات هائلة من تصدير مادة الكلينكر تتجه إلى ميناء سكيكدا وجيجل استعدادا لولوج أسواق أمريكا ودولة كوت ديفوار. من خلال عملية إعادة انتعاش المؤسسة اللي دخلت في عملية إنتاج الثروة من سبتمبر 2022 إلى اليوم إلى 360 ألف طن وبمجموع إجمالي 12,000,000 دولار، والعملية متواصلة من خلال هذه المؤسسة الوطنية العمومية اللي راهي تعمل من أجل الاكتفاء المحلي والتصدير خارج نطاق المحروقات. بدرجة حرارة تفوق 1,000 درجة مئوية، ومن هذا الفرن تتم عملية تحضير مادة الكلينكر المستخلصة من مواد أولية محلية. في التعاون الجزائري الكاميروني بحث متواصل لفرص الاستثمار المثمر لا سيما في مجال النقل من خلال أقطاب الامتياز الجزائرية التي تفتح آفاق شراكة واعدة بين البلدين. وهبة هو. فرص شراكة في مجال النقل ترتكز على الإطارات الكاميرونية في أقطاب الامتياز في الجزائر. زيارتنا اليوم إلى ميناء الجزائر مهمة، وقفنا خلالها على هذه المنشأة الكبيرة وما فيها من تقنيات تكنولوجية وأنظمة متطورة يمكننا الاستفادة كثيرا من هذه التجربة. نحن فخورون بنظرة قائدي بلدينا لمستقبل العلاقات الجزائرية الكاميرونية والهادفة إلى تعزيز سبل التعاون والشراكة في كل المجالات بما يخدم مصلحة الشعبين. على هذه الزيارة اللي هي جد مثمرة اللي سمحتنا لكي نمضي اتفاقية بين دولتين، وهذا به نوضع ورقة عمل في النقل الجوي وحتى في النقل البحري للبضائع اللي تسمح لنا باش نجعل من مطار الجزائر العاصمة مطار هاب، يعني مطار العبور لزبائن الكاميرون إلى أوروبا مرور من مطار الجزائر العاصمة. المدرسة الوطنية العليا البحرية ببوسماعين قطب آخر يستقطب اهتمام الجانب الكاميروني. المدرسة البحرية ببوسماعين تسعى من خلال التكوين إلى الارتقاء بالقطاع البحري كصناعة رائدة على المستوى الإقليمي والتقدم وتحسين الأداء للمساهمة في قيادة السفن كضباط ملاحة في أعالي البحار. وسعيا إلى تحقيق الأمن المائي تخطو الجزائر بثقة نحو تعزيز وتنويع شراكاتها في مجال تسيير الموارد المائية واقتصاد المياه ومعدات الري، وهو ما يعكسه الحضور القوي والمتميز في الصالون الدولي للتجهيزات وتكنولوجيات وخدمات المياه. مزيد مع عبد الجبار بن يحيى. بينما تواجه عديد دول العالم شحاً في الموارد المائية بفعل الجفاف وتغيير المناخ، تشق التكنولوجيا الجزائرية مساراتها في العمق الإفريقي. رقم الأعمال بالنسبة لعمليات التصدير فاق 500,000 دولار،
عملية التصدير خاصة كانت مع الدول الإفريقية بما فيها النيجر، بما فيها غينيا الاستوائية، بما فيها ليبيا، بما فيها الجارة تونس. اليوم قمنا بتطوير تكنولوجيا جديدة اللي هي تكنولوجيا الأوزون، اللي تعمل على استرجاع المياه اللي تخرج من محطات التصفية للاستعمال الزراعي. اليوم عندنا تجاوب لا بأس به، يعني من دول مثل ساحل العاج، مثل السنغال، مثل البنين، مثل غانا. بخبرة وتجهيزات جزائرية صنع تتموقع الجزائر في إفريقيا وتوسع شراكاتها مع دول العالم مواكبة للتطور التكنولوجي في مسعى تحقيق الأمن المائي. المؤسسة هذا العام جاءت بإنتاج ماكينات مختصة في معالجة المياه، انتجراسيون ناسيونال 90% في مجال التصفية، وأكثر من 70% في مجال تحلية المياه. في صناعة الأنابيب اللي وقت يعني سنين مضت ولا 10 سنين مضت كانت تستورد، لكن حاليا نحن وشركات أخرى خاصة وعمومية تنتج هذا الأنابيب هذه هنا محليا بالجزائر. نحن هنا لاستئناف العمل وإيجاد شركاء جدد، والعلاقات الجزائرية البرتغالية تسير نحو الأحسن. نحن هنا للتعرف أكثر على أسواقها الجزائرية التي تتوسع أكثر فأكثر. ثقتنا كبيرة في مناخ الأعمال هنا، لقد وقعنا الكثير من الاتفاقيات. هذه أول تجربة لنا في الجزائر للتعريف أكثر بالخبرة الروسية المتطورة في مجالات عديدة. رهان المعادلة بين متطلبات قطاع الفلاحة من الماء ومستلزمات المواطن اليومية، رهان تكسبه الجزائر بفضل سياسة تعميم محطات تحلية مياه البحر على طول الشريط الساحلي ورفع قدراتها الإنتاجية بخبرة وتجهيزات محلية. وقبيل انطلاق حملة صيد سمك التونة، ارتفعت حصة الجزائر من الصيد المرخص إلى 2023 طنا بعد الاجتماع الأخير للجنة الدولية للحفاظ على هذا النوع السمكي، مع ارتفاع الأسطول إلى 32 سفينة مشاركة، ثلاث منها محلية الصنع، وهو مكسب استراتيجي، تقول ميرام الداح. منح 32 ترخيصا لمجهز السفن للمشاركة في حملة صيد التونة الحمراء واستكمال آخر التحضيرات لانطلاق العملية بتأطير الأطقم المشرفة عليها. التحضيرات كانوا شوية ما نقولوش كانوا سهلين وماشي واعرين بزاف تحضيرات، في لادمينستراسيون ساهمت معنا بزاف، نوزون بيان وكادري الحق الحمد لله، كاع الإطارات تاع الوزارة ولا تاع لي ديريكسيون كانوا معنا في كاع المحطات من الصنع حتى اللي كملنا كامل البواخر. العمل تاعنا دائما على الكونفورميتي، استدير مدى تطابق عملية صيد وقنص الطونة الحمراء الحية، نطلع على الحية وتحويلها إلى الأقفاص العائمة حتى يتم تسمينها لدى المزارع التسمين. كما شهدت الجزائر ارتفاعا تاريخيا لحصتها في حملة صيد السمك التونة هذا العام، والتي قدرت ب 2023 طنا مقارنة بالحصة السابقة المقدرة ب 1560 طن. العملية ستسمح لنا بالمشاركة في صادرات الجزائرية تقريبا حوالي ما يفوق 27 مليون دولار، وهو رقم يعني معتبر بالنسبة للمشاركة في الصادرات الجزائرية وفي تدعيم الخزينة العمومية. المشاركون في حملة هذا العام سيكونون سفراء للراية الوطنية التي تحملها سفن الصيد، منها ثلاث سفن محلية الصنع. وسد غريب بولاية عين الدفلة مورد مائي هام وثروة سمكية متنوعة، يقول ملك الرحمن. هو واحد من أكبر سدود الجزائر، إذ يمول أغلب ولاية الوسط بالمياه. عرف منسوبه ارتفاعا مقارنة بالسنة الفارطة بعد تساقط الأمطار. قدرات التوفر عليها ولاية عين الدفلة من قدرات مائية، خاصة بتواجد 5 سدود مهمة تسمح وتمكننا من استغلال هذه القدرات المائية. إضافة إلى قدراته الهائلة في تخزين المياه، سد غريب
يحوز على ثروة سمكية جعلت منه قبلة للعديد من الصيادين. درنا تكوين على في مجال الصيد البحري هذا، وكاين اسماك هنايا شويه بيريود هكذا في الشتاء تكون متوفره مليح كما الصوندر هذا عاوينا هذا، وحنا نخدموا نبيعوا في الولايات المجاوره هذو عين دفله انديه البليده حتى يهبط حتى الجزائر كيكون كونتيتي في الشتاء. عندنا 6 صيادين راهم يستغلوا هاد السدود عن طريق نشاط الصيد القاري وهو نشاط مقنن، وكذلك نستطيع كذلك استغلال عن طريق نشاط آخر وهو نشاط تربية المائيات، وين راح يساهم وحتما يرفعنا من القدرات الانتاجيه على المستوى ولايه عين دفله. تقوم مديريه الموارد المائيه بالاضافه بالتنسيق مع مديريه الصيد البحري والوكاله الوطنيه للسدود والتحويلات بمرافقه الصيادين وتسهيل جميع الاجراءات لممارسه هذا النشاط على مستوى جميع السدود المتواجده في الولايه. سد غريب بثروته المائيه والحيوانيه مكسب هام وجب الحفاظ عليه واستغلاله بأحسن طريقة. وضمن مقاربة اعتماد أحدث التقنيات في عمليات الري لتحسين الجودة وترشيد المياه، نقف في النشرة عند تقنيات التقطير التي أتت أكلها بإنتاج أجود أنواع الطماطم ببلدية الداموس بتيبازا. وصل والجوابي. أنا حياتي قافلة، أنا حياتي ملي نزت صافي. انت تحب الارض. انا ملي نزت في الفلاح، وليد الفلاح وباقي فلاح ليومين هذا الغدوه، هذه السوق تاعنا. يؤكد العم محمد ان الارض تنتج كلما زاد الاعتناء والاهتمام بها. هذا المحصول ذو النوعيه الجيده جاء بعد حرص كبير منه والاعتماد على احدث التقنيات في زراعه شعبه الطماطم. كنا نسقيو بالشابه كما نقولوا احنا، دركا تيكرا نسقيو بالقوتا قوت مليحه، راهي نفعتنا 100%. ما زالت في النوعيه اخير طوماطيش. حنا في الوقت هذا ماذا بينا لو كان قادرين يصدروا يديوا علينا الطوماطيش هذا، يصدروها وعلاش لا. داخل هذه البيوت البلاستيكيه تنمو اجود انواع الطماطم بفضل تربه خصبه ومناخ يساهم في نموها وطرق يعتمد عليها المزارعون والتي تضمن توفير المنتوج على مدار السنه. تحصي منطقه الداموس ازيد من 600 هكتار لمنتوج الخضروات التي تنتج تحت البيوت البلاستيكية. مختلف الأصناف الخضروات هذه تتمثل في منتوج الطماطم، الخيار، الكوسة، الفلفل بنوعيه الحار والحلو، الباذنجان على طول أشهر السنة. حرص، اهتمام واعتناء هي المحاور الأساسية التي يعتمدها عم محمد في خدمة أرضه والتي تساهم في رفع الإنتاج. إلى ولاية المنعة الآن والتي حققت نتائج مشجعة هذا الموسم في شعبة الحبوب، وعليه حرصت الجهات المعنية على توفير المعدات اللازمة من أجل ضمان السير الحسن لعملية الحصاد والدرس. تقول سمية مزور. تتمتع ولاية المنعة بقدرات فلاحية هامة، هكذا تبدو المحيطات الفلاحية بها، صارت بامتياز منتجة للحبوب بكل أنواعها مواكبة لتوجه الدولة المشجعة على توسيع إنتاج الزراعات الاستراتيجية. إنتاج كما راكم تشوفوا الله يبارك، معناها نشوفوا احنا ان شاء الله مترقبين حوالي 60-65 قنطار في القطار، يعني ان شاء الله بحول الله احنا رانا مترقبين كما هكذاك، والعلم عند مولانا سبحانه وتعالى احنا رانا نشوفوا الإنتاج باللي ان شاء الله يكون لاباس. السنة عندنا حوالي 350 هكتار تاع قمح صلب، وعندنا حوالي 30 هكتار تاع شاعير، والحمد لله الامكانيات الدوله راهي موفرتها. ولايه المنيعه اين كانت المساحه قد قفزت من 12000 هكتار الى 14000 هكتار، وهذا يبين النظره الدوله الجزائريه في مجال تطوير هذا النوع من الحبوب ومن الزراعات على مستوى الجنوب. نتائج ايجابيه في الانتاج والمردود خلال حمله الحصاد لهذا الموسم، وكل الامكانيات اللازمه سخرت من اجل ضمان السير الحسن للعمليه. عندي 500 هكتار أول استغلال تحسنا، درنا خمس محاور، ثلاثة شعير وزوز محاور فوراج تريتيكال فاس. عندنا ست بيضة ما شاء الله في 210 هكتار،
داير 5 قمح واحد الشعير. عاونتنا الدولة بالتنسيتي الحمد لله العام هذا. الهدف نتاعنا الوصول إلى 700,000 قنطار بمعدل 50 قنطار في الهكتار. حضرنا واحد 160 شاحنة، عندنا تقريبا 60 تانيك آلة حاصدة. مرافقة تعكس اهتمام الدولة بهذه المحاصيل الاستراتيجية التي تعول عليها لضمان الأمن الغذائي المستدام. ولأن التكوين أساس جميع الصناعات أصبح مفصلا فارقا في مرافقة المشاريع الاستراتيجية الكبرى على غرار جراج بيلات ومشروع السكة الحديدية بتندوف التي تعززت بمعهد وطني متخصص جديد. المتابعة لعمر تواجين. مرافقة للحركية التنموية وللمشاريع الاستراتيجية الكبرى بتندوف على غرار غار جبيلات والسكة الحديدية يسعى الشباب لولوج عالم التكوين لضمان المشاركة مستقبلا في الحركية التنموية من خلال التخصصات التي تضمنها مراكز تكوين بالولاية. تخصصات ملاح وش نقول لك، والحمد لله وان شاء الله يا ربي هذا ما نتمنى نكملوا الدبلوم منا نزيدوا ان شاء الله نلقاو خدمه وخدموا في غار جبيلات. يعني هذا كامل وصلت له بفضل الدورات التكوينيه والتكوين اللي وصلت له، حتى الحمد لله اصبحت نقدر ننتج وصفه خاصه بي. لهذا يعني اوجه لكل سيده ربت به تتوجه الى التكوين، يعني دير شهاده وتدرس، لانها بفضل الشهاده تصبح انت عندك بصمه في المجتمع. تمهنوا نمشوا للتكوين نشوفوا التخصص اللي كيما نقول اللي يساعدنا نديروه. انا بعد كيما درك راني داير هذا التخصص تاع الطاقه الشمسيه، انا جاي كيما هكا نتمهنوا، وهذا مشروع كبير. وتوفير الاحتياجات الولايه بكافه التخصصات تم افتتاح معهد وطني بتندوف مع ضمان قطاع التكوين مرافقه الشباب المؤهل. وباعتبار قطاع التكوين من أهم القطاعات المساهمة في تحقيق الأمن القومي، نسعى دوما إلى توفير الاحتياجات احتياجات المنطقة من كفاءات مهنية. تلعب أيضا تندوف دورا بارزا في اقتصاد المستقبل من خلال غار جبيلات، الطاقة الشمسية، السكك الحديدية، المعبر الحدودي إلى دول غرب إفريقيا. كل ذلك سيرافقه قطاع التكوين والتعليم المهنيين بالشباب المؤهل أو المؤهل في التكوين. هي استراتيجية تنتهجها الجهات الوصية برقمنة القطاع وتكييف الخارطة البيداغوجية لتتماشى مع معطيات سوق العمل والمشاريع الاستراتيجية بالولايات الحدودية. توفير منظومة صحية ناجعة تضمن التشخيص السريع للمرض والتكفل الأمثل بالمواطن مساعنا كدا على ضرورة الإسراع لأي تحقيقها. وزير الصحة من ولاية غردايا، المزيد مع أمين شقدقب. مستشفى 60 سرير ببريان، هيكل صحي جديد بأقسام وتخصصات متنوعة وتجهيزات عصرية متطورة، يعد إضافة قيمة لقطاع الصحة بغردايا، حيث سيستفيد المواطن من خدماته الصحية المتعددة. هذه المنشأة التي تحتوي على عدة فروع نتمنى أن تبدأ العمل في أقرب وقت. المستشفى هذا بريان إن شاء الله المكسب هذا نستحفظ عليه وينقصنا عن التنقل إلى ولاية غردايا. المستشفى يحتوي على جناح العمليات 3 قاعات، مصلحة التوليد، مصلحة الأمومة والطفولة، مصلحة الطب الداخلي، مصلحة الجراحة، زائد طب الأطفال. في الطابق العلوي، في الطابق الأرضي، مخبر، مصلحة أشعة، أوبيتال دي جور، ومصلحة السجالات. مستشفى 240 سريرا ومستشفى 60 سريرا للأمراض العقلية ببونورا، إنجازات مهمة وهياكل جديدة من شأنها التكفل الأمثل بالمرضى وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم. قلنا مستشفى بونورا وهو عمل وإنجاز هام جدا، يغطي حاجية الولاية 240 سرير وبنيان عصري وتهيئة صحية وطبية تمكن من تكفل بحاجيات ولاية غردايا. وقد درسنا بعض المشاكل المطروحة وعالجناها وقد حلت تقريبا كلها، خاصة ما تعلق بالأخصائيين وتعزيز الولاية بقدرات وإمكانات أخرى.
وفي دائرة القرارة ينتظر تدشين مستشفى 120 سريرا خلال الأسابيع المقبلة بعد أن تمت الأشغال والتجهيزات به ليضاف إلى مكاسب الصحة بالولاية. بهدف التأطير البيداغوجي لفائدة ذوي الاحتياجات الخاصة لا سيما في مجال الرياضة المدرسية المكيفة، برنامج عمل مشترك تعكف على تطبيقه وزارتي التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة والشباب والرياضة. والعينة في النشرة من مدرسة المعاقين سمعيا برويبة في متابعة لنجوى الخضر قريقة. تقع الجزائر الشمالي قارة إفريقيا بين خطين. تكوين مدرسي متخصص للمعاقين سمعيا يستلزم برنامجا مكيفا، خاصة وأن طرق التعليم لهذه الفئة تختلف عن الفئات المدرسية العمرية العادية. باش الاصدقاء مليح يعني أولى متوسط تجيبي مليح معدل، بعد كي تلقى مليح الاختبار بعد خلاص مواد. فيها تحضيرات في بخصوص هذه الفترة، هذه فترة الامتحانات، يعني تربية بدنية ورياضية تعتبر كذلك متنفس للتلاميذ من ضغط الدروس والاختبارات، وتحقق عندهم قدرات تواصلية جيدة وتخليهم يكتشفوا مهاراتهم، الشيء اللي أكسب خاصة البنت ثقة بالنفس كبيرة جدا. مادة التربية البدنية والنشاطات الرياضية على مستوى المدرسة تلعب دورا هاما نفسيا وجسديا للتخفيف من حدة التوتر، خاصة وأن التلاميذ مقبلون على الامتحانات. قطاع التضامن الوطني يحوز على 239 مؤسسة للتربية والتعليم المتخصص، 17 ملحقة، 1194 قسم متخصص بالمؤسسات التربوية، بحوالي 22,000 طفل متكفل به. ذوي الهمم مثل الجزائر أحسن تمثيل، يعني خاصة في الألعاب الأولمبية اللي فاتت، يبقى الهدف أنه يبدأ تكوينهم يعني والاكتشاف خاصة من هذه الفئة. يحظى المؤطرون بتكوين خاص للتمكن من التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة لإيصال المعرفة لهم بأبسط الطرق وإشراكهم في مختلف النشاطات. برلمانيا، وفي جلسة عامة ترأسها رئيس مجلس الأمة صلاح جوجيل، صادق أعضاء مجلس الأمة بالأغلبية على مشروع القانون المتضمن القانون النقدي والمصرفي ومشروع القانون المتعلق بالمحاسبة العمومية والتسيير المالي، وكذا مشروع القانون المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب. الجلسة حضرها وزير المالية ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي إلى جانب وزيرة العلاقات مع البرلمان. إحياء لذكرى وفاة سيدي عبد الجبار التيجاني، انطلقت بولاية الأغواط فعاليات الملتقى العلمي الدولي الذي جاء هذه السنة تحت شعار فلسطين الأرض المقدسة بحضور عدة مشايخ من ولاية الوطن ودول أفريقية. التغطية لفؤاد أحماني. في حضرة القرآن يجتمع أهله ويتلوه آناء الليل وأطراف النهار، هي ختمة من ختمات الزاوية التيجانية بعين ماضي. يفتح بها الملتقى العلمي الدولي إحياء لذكرى وفاة الخليفة العاشر سيدي عبد الجبار التيجاني والموسوم بفلسطين الأرض المقدسة، حتمية النصر بوعد الوحيين التي تتزامن مع ذكرى نكبة 48. والسلكة هذه احنا النية نتاعنا قال لك الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. احنا نيتنا فهي تلاوة القرآن وفيها دعاء وفيها حفظ وفيها تحسين للجزائر كلها وللمسلمين ولكل التجانيين ولكل من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. شعار فلسطين لأنه الرئيس نتاعنا في روحه هو عنده اهتمام كبير بفلسطين. وحنا قلنا الملتقى دائما كن نديروهم ونديرو الاسماء نتاع الملتقى. ما هذه الخطرة درناها على حساب الرئيس نتاعنا والاهتمام نتاعو بفلسطين واهتمام الزاوية كلها واتباع الزاوية التجانيين على فلسطين. بأول يوم من 4 أيام الملتقى تقام السلكة التي يفتحها القائم أوباش الأحزاب. وقد أخبر بذلك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بقوله: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. فاجتماعا انطلاقا من هذا الحديث الشريف
اجتمعنا في هذا المكان وفي هذا المنطقة فنسمع أصوات القرآن الكريم تقرأ، والمقصد من ذلك آملين من الله عز وجل أن تتنزل الرحمات والبركات والخيرات بأن تكون في هذه البلدة وفي سائر بلاد المسلمين. ثم إن الغرض من هذا الاجتماع ومن هذا اللقاء كما هو تنظمه الخلافة العامة في كل سنة، ولكن هذه السنة له ميزة وهو بعنوان فلسطين، ولأن فلسطين أحباب رسول الله هي كدولة مسلمة وفيها بيت المقدس، فإن تجاه المسلمون جميعا الواجب عليهم أن يقوموا بهذا الواجب من حيث ما يستطيعون. ختمة تبدأ ولا تتوقف إلى آخر سورة من القرآن على مدار يومين وليلة على قراءة ورش المعتمدة. دوليا وفي مستجدات أم القضايا، أصيب فلسطينيون اليوم بجروح خلال مواجهات اندلعت مع قوة الاحتلال الصهيوني، كما اعتقل 14 آخرين اعتقل خلال اقتحام الاحتلال لمخيم عقبة جير في أريحة بالضفة الغربية. يتزامن ذلك مع تسليم مذكرة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس حول انتهاكات الاحتلال الصهيوني المستمرة ضد الفلسطينيين ومطالبتها بضرورة الانصياع لقرارات الشرعية الدولية بالأراضي الفلسطينية المحتلة. أكد ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة والمنسق مع البعثة الأممية للاستفتاء في الصحراء الغربية المينورسو محمد سيدي عمار أن الموقف الأحادي الذي اتخذته الحكومة الإسبانية الحالية إزاء الصحراء الغربية والدعم لأطروحة دولة الاحتلال المغربية التوسعية يعد خطوة إلى الوراء وحلقة أخرى من مسلسل خيانة إسبانيا للشعب الصحراوي. عودة إلى الوطن، وفي الرياضة حل اليوم بمطار الجزائر الدولي منتخب الصحراء الغربية لكرة القدم تحسبا لخوض مباراة ودية السبت المقبل أمام نادي مولودية الجزائر بملعب نيلسون مانديلا، حيث خص منتخب الصحراء الغربية باستقبال حار بحضور السفير الصحراوي بالجزائر. اليوم هذا الشكل من أشكال التضامن والتآزر من خلال الرياضة، فريق الصحراوي اللي يجتمع من أماكن تواجد الصحراويين ليجري مقابلة إن شاء الله يوم 20 ماي ذكرى 50 لتأسيس جبهة الشعبية واندلاع ثورة الكفاح المسلح بملعب نيلسون مانديلا مع مولودية الجزائر. هذا الفريق التاريخي اللي كان أسس من أجل التحرير ومن أجل السيادة والاستقلال، ايضا نستلهمه من تجربه فريق لفلان جبهه التحرير. هاي المباراه تعود مباراه يعني اخويه ونتمتعوا كاملين بها ونوصلوا اهم شيء نوصلوا يعني الرساله الغويه عنا. الرياضه هي عندها دور مهم في التحسيس بالغاديه، وللاساس هذه جبهه اللي نحن لا نستغلوها ولا نفتحوها من هون للامام. نعتبرها دولتنا الثانيه. نشكر الاستقبال الحار ونشكره هو لإقباله لهذه المباراة، وإن شاء الله العودة ستكون في العيون عاصمة الصحراء الغربية مستغلة وان تو ثري بالألجيري. هي مبادرة يعني قيمة، ونشكر الشعب الجزائري أولا قبل كل شيء، بعد الحكومة الجزائرية للدعم اللي تقدمه للقضية العادلة القضية الصحراوية. من الشرفين الحقيقة أننا نعود هذا الفريق المهم في الجزائر، ومقابلة مهمة لنا نعرفها عن في ياسم الجمهور إن شاء الله. ونختم بأصالة حرفة لها من الانتماء الأفريقي تاريخ عريق، حلي تقليدية منحوت عليها رموز ترقية من إرث المتحف المفتوح التاسي لناسجير. إبراهيم بالخير. حرفة أجدادنا ثروة لأولادنا، شعار تجلت من خلاله بصمة حرفي تماسينين ببرج عمر إدريس، من خلاله تحف فنية متقنة الصنع تبرز يوميات المجتمع الترقي العريق. احنا فنان نطف التراث تيموها، التقاليد تيموها، لازم نشدهم من أب الأجد كيما استنتجوا قدروا ما يوشرني
هرهن غادي ونت هرده نسر مسي مرض اننا مثال كيدي ما ولي دا تكوبا ولي دا سندشش ولي دا يهون دموها ولي كاسم ما سيتقل ما اللي قال الورثنا لا هذه الورث نتاعنا المهنة هذه والحمد لله تعلمتها عليه وعلموها لي قاع وننتجوا فيها ما شاء الله وعايشين بها في كل بلاد أرض الوطن. كل ما تجول به أنامل الحرفيين من تحف تقليدية بين حلي ومصنوعات جلدية نستطلع من خلالها أمجاد حضارات مرت من هنا. يقال غور طريق، يقال غور تندي، يقال غور بسر، يقال غور تكوفا، يقال غور هوايسي تجل مانق ما سافد المانق دا تجاه كيتوي تياسدت السياغة تسرس وما زال نرهات نطاف الغلوة قد قلان فاحتمال ياك عادي باستي اللي هامك شيش قاضي الوقت دي قلان ارتصولي ترانا نق غاس نرها مرادا هاتنا هاتن صدف عاراتن ويمضرو ينين سيكيت الدولن دوي غرنين هاتن صدف امك واسنق الصدف المغارنا نارك دارت اتفاقية مع تكوين المهن والتمهين وتعلم الولاد اللي صار الحرفة نتاع الصناعة التقليدية هذه باش ما ينساوهاش باش تقعد التراب يتعلموها ديما متواصلة باش ما تنقطعش كاع نهائيا الحرفة نتاع الصناعة التقليدية. الحرف اليدوية تراث مادي نفخر به تتوارثه الأجيال وتحفظه الذاكرة الوطنية باعتبارها مرآة عاكسة للسياحة وداعمة للاقتصاد الوطني. إلى تذكيرها برازيل عنيني. الجزائر تجني ثمار حنكة دبلوماسية عادت الجمهورية العربية السورية إلى حضن الأسرة العربية بعد 12 عاما من الغياب، ثمرة جهود متواصلة والتزام عربي. حضور أفريقي قوي في الملتقى الأفريقي للتجارة والاستثمار، رؤية جديدة تعزز التكامل الاقتصادي في أفريقيا. وتبعت من باتنا تصدير شحنة من كلينكر إلى كوت ديفوار ضمن سياسة الاستثمار في العمق الأفريقي. تنسيق العمل الإعلامي بين الجزائر والدول الأفريقية في صلب أشغال الدورة 14 للجمعية العامة لاتحاد الإذاعات الأفريقية. ومركز الاتحاد الأفريقي للإذاعات مكسب هام ومنبر أفريقي. الصالون الدولي لتجهيزات وتكنولوجيات وخدمات المياه فضاء لإبراز الخبرة الجزائرية في تسيير وترشيد الموارد المائية. وتبعتم في النشرة سد غريب بعين الدفلة مصدر تموين مائي وإنتاج سمكي. تعزيز العمل المشترك للتصدي للإرهاب والجريمة المنظمة سيما في الفضاء السيبراني محور ملتقى دولي لأطراف مبادرة 5+5 دفاع. نشرتنا تمت، شكرا لكم على متابعتها، في أمان الله.